شغله مهمه انه الادمه مثل ما تصير بالليج ممكن يتجمع هذا الفلويد اكيوميليشن يصير بالابدومن يسموه اسايتس او بلورال سبيس يسموه بلورال فيوجن او ويا ممكن يكون بفنس اوف ذا فيس او بير اوربيتال ادمه. من تشوفون واحد عنده ادمه باكثر من تو بليس او جنرالايز ادمه هذه شو يسموها؟ مو جنرالايز ادمه او اناساركا. كنا نقاط مهمه لازم نعرفها يسالوها يقول لك انت هنا جنرالايز ادمه شنو الاسباب؟ دائما الاسباب الرئيسيه هي ثلاثه اكو بعد اسباب اخرى بس عاده يصير التركيز على هذه الاسباب اللي هي causes of generalized edema. قلت لي منتظر انتم ماخذين نظر الادمه؟ نعم دكتور. شنو causes of generalized edema؟ دكتور كارديك هارت فيلر؟ congestive هارت فيلر بعد نفروتك سيندروم او كرونيك كيدني ديزيز يعني ريكوز بالضبط بعد ليفر سيروس دكتور احسنت دكتوره. يجي السؤال هنا السؤال هنا انت مثلا من شفت ليج ادمه مريض هو كله عباره عن منفوخ نفخ يعني سوالن مثلا في فيس بالاوربيتال او عنده مثلا بلورال فيوجن او عنده اسايتس وعنده ليك ايديما وساكرال ايديما وممكن هاي الايديما قلنا الليفل مالتها على مود السيفيريتي بالليك واصله للثاي ديتيليا عبره واصله للابدومينال وول. هنا يجي السؤال اكو مرات مثلا الكاردياك عاده قلنا الكاردياك ديبندنت ايديما اللي هو شنو ديبندنت؟ يعني هو من يتحرك اكثر شيء برجلي ومن هو نايم اكثر شيء ساكرال. بالرينال وين تكون الايديما اكثر شيء اذا اخذتوها بالنظري؟ أو وين عادة تبدي؟ أو النفروتيك سيندروم مثلا مثل ما ذكر لي يمكن فارس مو فارس؟ دكتور بالبري اوربيتال اوديما. أحسنت. الفكرة شنو؟ الفكرة إنه هن صح كلهم يسوون جنرالايز اديما بس مثلا بالكونجستيف هارت فيلير عادة الاديما قلنا ديبندنت موستلي ان ذا ليج وإذا كان بيد ريدن راح تكون بالساكرم. تلقى وياه قويا مثلا اس جي في بي قويا اللارج تندر ليفر قويا ساين مال هارت فيلير يعني اذا تحصل هارت تلقى مثلا هذا حتى خاف يسالوك مثلا السؤال شنو؟ انه هاو ديفرنشيت ادمه اوف كاردياك ورينال وليفر كلينيكلي يعني هم كلهم يسوون كلهم ثلاثه هاي الاسباب هن سبب اوف جنرالايز ادمه او سبب بايلاترال ليك ادمه صح ولا مو صح؟ أحلى مو صح؟ نعم دكتور. بني اللي هي كارد ورينال وليفر. هن يسوون جنرالايز ادمة واثنين كل هاي الأسباب ممكن يسوون بايلاترال بيتنج ليج ادمة صح ولا مو صح؟ صحيح دكتور. صحيح. شلون نقول هذه يعني كلينيكلي هذه كارديك هذه رينال هذه ليفر؟ أنا أقول لكم شلون. موستلي باللور لمب واذا هو كان دائما نايم او ريدن راح تكون وين؟ ساكرم. يلقى وياه ساين مال اذر ساين مال سيستميك فينوس كونجشن اللي هنا شنو؟ جي في بي ريزد اندر ليفر وتلقى ساين مال هارت فيلير اللي هو الثيرد هارت ساوند مثلا هارت فيلير باي ريبيتيشن. المهم يعني يقولوا هذا اول شغله. الشغله الثانيه الريل قلنا عاده تب بالفيس تصير بوف فيس او بير اوربيتال. ليش تبدي بير اوربيتال؟ ليش برايكم يعني شنو المشكله؟ ليش تبدي بير اوربيتال؟ عندكم فكره عن هذا الموضوع؟ سمعوني؟ ليش تبدي بير اوربيتال؟ دكتور لان يمكن اندد ارتري بيها مو ما بيها انستموسس. أنا أقول لك شنو؟ بري أوربيتال هذا المكان هو لو تشو ريزيستنس هي مذكورة نصاً في هذا إنه بهذا تبدي هنا لأن هذا المكان يكون لو تشو ريزيستنس لو تشو ريزيستنس الحقيقة هذا السبب اللي مذكور وبعدين ديسن نزل يعني إذا شوفوا إذا يعني عندكم مثلاً أقارب أو واحد عنده تناذر كلوي مثلاً اللي هو نفروتيك سيندروم اللي سرعتهم بروتين يوريا
هايبو البومنيو اديما. اهم صفه او شغله يذكرها بالهيستوري يقول لك من يقعد الصبح احس وجهي منفوخ وعيني قوه افتحها، وبمرور الوقت لا تنفتح. يعني هي تبدي بالفيس او بير اوربيتال وبعدين ديسنت، لان هذا المكان لو تشو ريزيستنس باعتبار المشكله هي بالانكوتيك بريشر هنا. هاي نقطه. النقطه الثالثه الليفر. الليفر اكو يا اسايتس اكو ستيغمات اوف كرونيك ليفر ديزيز. احنا مو صح، اذا واحد ليفر ديزيز تلقى اسايتس اللي هو الفلويد بالابدومينال كافيتي او بالبرتون كافيتي، واكو تاينز اوف كرونيك ليفر ديزيز. هاي لازم نخليها. انا طبعا هسه كملت بس جاي اسال هاي الاسئله اللي هي تنسالون بها ممكن براكتيكال. سؤال شنو اسباب النبتنج اديما؟ والسؤال نوجهه الى، والله انا ما ودي اللي اسالكم يعني، انتم اي واحد بس يجاوب خليه يجاوب. دكتور يعني قصدك الجنرال اديما مال ليفر سيروسس، بدايه اسايتس بعدين يصير جنرال. ها لازم اكو اسايتس بال الليفر يا ليج ايده، ماكو طبعاً. يعني ماكو شيء ليج ايده وماكو تاتس وتقول الليفر بس. هذا طبعا اتفقنا ويا الكويت كارديو كارد فيلر. شنو اتفقنا انه الليج ايده ما هي بدايه للش اسمه؟ لا 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 بدايه الكارد فيلر. لا فهمت فكرتي لو ما فهمت فكرتي؟ فهمت فكرتي انه احنا ليج ايده ممكن سببها كاردياك باتر ليج ايده او جنرالايز ايده بسرعه. ما جنرالايز ايده مرات يسويها انساركا، ممكن سببها كارديك، ممكن سببها رينال، ممكن سببها ليفر. لا مو صح. نعم دكتور. شنو اللي يرجح؟ يعني مو بالضروره، لا بالعكس. انت شنو ليفر عندهم ليك ايديما هسه، اذا تروح تلقى ناس هم عندهم تشمع بالكبد ووصل مرحله هم بورتال هايبرتنشن تلقاهم كلهم لازم عندهم ليك ايديما بالعكس، بس هو لازم ويا اسايتس ساين اوف كرونيك ليفر ديزيز. ابو الرينال مثلا او النفروتيك سيندروم لا يبدي مثلا بير اوربيتال عاده، هذا اكثر شيء. ابو الكاردييك يبدي لور. هذا السؤال. السؤال الاول اللي هي لكم على مود فور بنفيت يعني تكتيكال، وبكيفكم انتوا. انا كل مره عاده اسال بالاسماء هسه لا بدون احراجات، اللي يحب يجاوب هو من يمه خليه يجاوب. شنو كوزز اوف نان بيتنج ايديما؟ شنو سببين؟ ثايرويد. ثايرويد ايديما هايبوثايرويدزم جيد. ومرات اكل كوليسترول سيستم ممكن يكون انفوديما دكتوره. الانفوديما انفوديما لها هواي اسباب، هسه راح نحكي شنو اسبابها. زين سؤالي شنو كوزز اوف بيتنج ايديما لاترال بيتنج ايديما؟ جريفز ديزيز. لا يا معود هسه جريفز. اوكي الجريفز تدري شو يسوي؟ يسوي بس بريتيبيال ميكزوديما، يعني بس بهذا المكان مو ميكزوديما. فرقوا بين ميكزوديما وفرقوا بين بريتيبيال ميكزوديما. ميكزوديما هو الاسم الادفانسد هايبوثايرويدزم، بريتيبيال ميكزوديما منطقه ما تتي بهذا الشيء فقط، بس هنا تصير ايديما ميكزوديما هاي تصير بالجريفز. شباب تونيتش انت تحكيها بيتنج ايديما بايلاترال بيتنج ايديما. ها اي في تي دكتور بايلاترال دي في تي رير لبايلاترال. يعني انا من اقول بايلاترال لازم تقولوا لي كونجستيف هارت فيليار، رينال كوزز مثل نفروتيك، ليفر ديزيز، هايبو بروتينيميا اي سبب، مالنيوتريشن، يعني دراجز مثل كالسيوم شانل بلوكر. اكو شيء يسمونه ايديوباثيك ايديما فيميل اليانج، يعني من بين الفيميل الموجودات لازم وحده عندها هذه، تصير عندها مرات من الضوج ستريس ايموشنال او تاكل كربوهيدرات يصير عندهم ليك ايديما وما معروف السبب، عاده يسمونه ايديوباثيك ايديما. من اقول لكم بيتنج ايديما بايلاترال بيتنج ايديما ذكروا لي ذن اللي توني كنت تحكي عليه صار لي ساعه، اللي هي كونجستيف هارت فيلير، اللي هي رينال مثلا نفروتيك سيندروم او كرونيك كيدني ديزيز، ليفر سيروسز، هايبو البروتينيميا بسبب مال نيوتريشن، بسبب كرونيك فينوس انسفيشنسي، دراجز مثل كالسيوم شانل بلوكر نيفيدبين املودبين، ومرات الدراجز اللي تسوي صوديوم ريتينشن مثل نونستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز او ايديوباتيك. بعد بريجننسي، بريجننسي تسوي ايديما ولا ما تسوي ايديما؟ معقوله ما شاف لكم وانت حامل تنفخ طبعا بريجننسي تروحون محاضرتكم هسه تقول البريجننسي واحد من اسباب اللي تسوينا بيتنج ايديما. احنا مو صح حتى الاوبزيتي. اوبيزيتي ما نقول عنها هذه ايديما، تعرف ليش؟ اوبيزيتي هو اوبيس هو منفوخ هذا سوولنج. الايديما احنا قلناها الايديما هو اكسسيف اكيوميليشن اوف ذا فلويد بالانترستيشال سبيس، ممكن تكون بيتنج ونن بيتنج. نجي الان
often causes of unilateral bleeding edema. واضحة هسه السؤال. DVT دكتور. عافية. أحسنت. DVT بعد. لنفادينوما ممكن. لنفاديما تسوي unilateral بس not bleeding. Non bleeding. أم صحية unilateral بس non bleeding. شباب انا اقول لكم اياها من هسه الدي في تي اللي هو ديب فين ثرومبوسيس تلقاها الليم سوولن بينفول ريد لان دي في تي يكون يونيلاترال بيتنج بعد انفكشن او انفلاميشن يعني اكو سيلولايتس هنا ممكن يكون يونيلاترال بيتنج ادمه الثالث هو اللي يسوي يونيلاترال ادمه وبيتنج ادمه ديفرنشال دايجنوسيس مال الدي في تي اكو شيء يصير عنده السوفان الاو اي وين البوستيريور ريتال فوسه صرتهم هنا طلعتهم هنا سيست يسمونها بيكر سيست هاي سيست مانجر تصل للدي في تي يعني اللي هي ربتشر بيكر سيست يونيلاترال ليك سوالينج او بيتنج ادما تصير بالدي في تي تصير بالسليولايتس تصير بالربتشر بيكر سيست بس اذا وياها نضيف النن بيتنج اكيد الليمفوديما ممكن يكون هاي لحد الان امور تمام السؤال اللي بعد كنا نطرحه عليكم البيرا اوربيتال ادمه شنو كوزز اوف بيرا اوربيتال ادمه او بافنس شوف يقول لك هذا وجهه منفوخ بافي فيس او بيرا اوربيتال ادمه او بافنس قبل شوي دكتور ذكرنا نفروتيك سندروم تسويها هاي تونا ذكرنا نفروتيك سندروم بعد شنو كوزز اوف بيرا اوربيتال ادمه او بافنس هايبوثايرويدزم تو مثلا انسكت بايت احسنت سكت بايت او انفلكسز يعني واحد من يصير عنده انفلكسز يعني تحسس شديد خلينا نقول هيك الانفلكسز واحد اللي هو سيفير اليرجيك رياكشن سكت بايت او الانجيو اديما حفظوهن او فايرال انفكشن ممكن يصير او انفكشن يعني هذه اذا شنو اذا يونيلاترال بير اوربيتال اديما اللي هي اوربيتال سيلولايتيس او انفكشن بالضبط صحيح بس انتم حفظوهن بير اوربيتال اديما او بفنس ذكرتوهن نفروتيك سيندروم مكزوديما انجيو اديما فلكسز والرجي اوربيتال سيلولايتس او مثل ما ذكرت الدكتوره وبعد اكو كوزات اخرى درماتومايسايتس او غيرها عرفكم منها من تعرفوها هذه يعني مستقبل اوكي ماكو مشكله هذا اللي ذكرناه لحد الان هو يعني ممكن اكثر ما تنسالوا للادمه الجريدنج ذني اطلعوا عليه اللي هي 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس والليفل مال السيفيريتي ذكرناكم ممكن نقول هي واصله مثلا بالفحص لقيناها لحد الميد الف نوقف ونلقاها لا واصله ميد ثاي او لا توصل ممكن للجنتليا وهكذا الليف نود حكينا عنها احنا النود يعني اذا اكو اسئله فتسال الليف نود يعني خلينا نشوف شنو ممكن سؤال الجبالي الكومن كوزز اوف سيرفايكال ليف نود عاده السيرفايكال ليف نود قلنا فيرال مثل انفكشس مونونيوكليوسس سايتوميجالا فيروس اتش اي بي تي بي انفكشن مثلا باذر كوزز لمفوما وميتاستاسيس هذا نخليها ببالنا السؤال يتوجه اذا لقيتوا لمف نود رابري كونسستنسي سوفت ورابري وديسكريت اوفويد يعني اللمف نود واضحه ورابري رابري يعني مثل ساسات تحس شنو يجيب بالكم سبب ذكرت لنفوما بالضبط لنفوما كلاسيكال كوز هذا لنفوما اذا لا ما تو جذر يعني صار كانما دم اصل كلاسيكال كوز شنو احسن من الداي انا ما كمل على رزق عافيه جيد ذكرنا انه ممكن اكو دراجز او جنرالايز يعني تلقى سيرفايكال اكزيلا اكس مكان مثل ايش؟ فينيتوين دكتور؟ فينيتوين هادرا لازم بالضبط جيد جيد بعد شنو ببالي انه ممكن اسئله انه يعني فد شيء براكتيكال كويشن خليها ببالكم لمف نود قلنا هذه لازم سيشن عمل بصراحه نفحص جنرالايز لمف نود حكينا على الاسباب مالتها ممكن يسألوكم سؤال هذا لا هذا يعني مال رابع خلي اللي هي مثلا لنفودينوباثي وسبلينا مجالي او لنفودينوباثي وثفيفر نفس الاسباب هنا ذني ممكن تحجون هنا يعني
بعد بعد انه لحد الان انا بصراحه يعني الموضوع عندني يعني بما يكفي مرحله ثالثه ورابعه وخامسه وحتى سادسه، يعني بالمستقبل القريب ممكن انتم شويه تكونون الاسباب ببالكم، يعني تصير معلوماتكم النظري اكثر، راح تكون الامور يعني تكون اوضح واسهل بالنسبه لكم هنا. ما اعرف اذا عندكم اي سؤال او تساؤل. دكتور بس اذا ممكن سؤال. تفضل دكتور. النان بيتنج إديما قصدك الجريد مالتها صفر؟ البيتنج إديما ما بها جريد النان بيتنج، هذا خاص بالش اسمه بالإديما اللي هي البيتنج. نان بيتنج يعني شنو؟ ما يعني انت عرفها مبينه، يعني ماكو بيتنج إديما، ماكو بيتنج يعني زيرو ما هذا ما ينطبق عليه. زيرو زيرو احنا اذا عندك بيتنج إديما تقول زيرو، ذيك اللي هي زيرو زيرو انساها دكتور، هذا الصوره اللي بها زيرو احذف الزيرو من بالك. حتى نحسم الامر، لان هذا مو دائما يخلوه زيرو. هذا الجريد للاطلاع قلت لك ليش، لان هو اتذكر كانوا مره ما ادري من مره سال الطلاب ما حد يعرفه، يعني لان هو ما موجود بالكتب صراحه، ما راح تلقاه بالكتب. اذا تسوي جوجل علي هذا تبحث راح تلقاه. انت بالنسبه لك من تلقى واحد اكو صوره من الصور اللي بيها واحد يونيلاترال سوالنج اللي يمكن عرضها منتظر، اللي هو واحد مال لنفوديما بسبب اللي هي الانفنتياسيس او فيلارياسيس، وواحد يونيلاترال سوالنج بسبب ربتشر بيكر سيست، واحد دي بي تي. الإديما بصوره عامه من يونيلاترال، انت من يقول لك شنو يونيلاترال؟ يعني انت شنو يونيلاترال؟ يعني جهه واحده رجل منفوخه، اما سيليولايتس انفكشن او دي في تي او لنفوديما ربتشر بيكر سيست او كالف هيماتوما، هم ضيفوا اياها. نعم. الليمفوديما هي نان بيتنج عاده. نان بيتنج اذا لقيتها بايلاترال بيتنج يقسموها بيتنج يونيلاترال او بايلاترال. يونيلاترال مثل الليمفوديما، بايلاترال تصير بالليمفوديما وتصير بالميكزوديما. الميكزوديما هو الهايبرثايرويدزم. البريتيبيال ميكزوديما دي تصير بالهايبرثايرويدزم، تختلف عنها لازم تفرق. فكره البيتنج وما بيتنج هذه واضحه صارت، انه انت إلا ما عندك أي ما طول بيش إنه تقول ماكو بألم، خلي الثمب مالتك عن منطقة الشين مال التيبيا تضغط 10 ثواني أو أقل، تشيل إيدك تبقى دائما ضغط تباوع، لما تشيل يعني لين ما تباوع إيدك تباوع الوجه، خاف يعني أكو ألم شيء بينفول وراها خد شوفها هي تتلمس. صارت هاي البتس الحفرة أو الايدنتيشن أو الطبع مثل ما تصير، يعني شوفها هاي عندها بايلت ربزي ما فد شيء ايزي. يعني لا تروحون مرضى الهارت فيلير كلهم ذولا تلقاهم مثلا فوليوم اوفرلود وبيتنج إديما. طبعا اكو نقطه كلش مهمه لازم يعني ما تضباكم، شايفين اللي سرعتهم اللي سرعتهم ستروك مثلا او موبيليتي، يعني واحد عنده باراليسس وحده من جسمه، شايفين واحد هيك شيء؟ لو ما شايفين شباب منتظر. نعم دكتور. هو أنا أركض على منتظر. منتظر شايفين واحد مثلا عدة يعني مثلا تتروك عدة جلطة قبل بالدماغية وجه نص جسمه شلل نصف ما يحرك، شايفين لو ما شايفين؟ هم باريسز عدة. نعم دكتور. شايفين مرات دولة شي يصير بيهم بالجهة اللي ما يحرك لو ما شايفين؟ بالجهه اللي ما بيها باراليسس يعني الدكتور ما بيها؟ لا الجهه اللي بيها باراليسس، يعني الجهه اللي بيها باراليسس اللي ما يحركها، الجهه باقيه ما يحركها، هذه يصيرون إديما. واحد من اسباب اذا تدورون بالإديما هو اللي هم الهيميباريسيز واللي هو والاموبلايزيشن، يعني اللي ما يتحرك يصيرون عندهم دول إديما. يعني تمام. الفكره شنو الفكره هنا؟ الفكره هو ذاكرها اتوقع حتى هذا مكلاود يمكن ذاكرها، فكره انه يقول لك هذا ماكو مصل بامبنج حتى يعني يمنع الانترستيشال فلويد يتجمع. المصل بامب باعتبار لا حركه لا شيء، وزياده بالامبير فينس ريتين او انكريز فينس برجر هنا تبقى هنا فلويد اكيوميشن. روح شوف شوفون دول اللي هم البيدريدين او البارالايز لم او الام موبايل بيرسون، كلهم دول قعدتهم ممكن الجهه اللي ما حركت قعدتهم إديما. خاف تشوفون واحد، يعني انا مرات دائما اسال واحد مثلا بدردن جهه ما يحركها، هي ممكن نورمالي هذا يصير عندكم، هذا هم انا اخليها ببالكم. خلصنا الإديما والليف نود الليمفودينوباثي، اذا واحد عندكم منكم عنده تساؤل او سؤال يسال رجاءً.
ماكو سؤال. سلامتكم دكتور، شكرا جزيلا. الله يسلمك. احنا تقريبا يعني الشيء اللي ناخذه حضور هو الاكزامينيشن كامل، وناخذ الجي في بي والباس، لان مو ما لا اشرح انهيك هذا الشرح الجسم النظري. اذا اخذتنا الاسبوع الجاي الجي في بي والباس نحكي كنظري، كعملي لا، عندنا سيشنين حضوري اذا تحبون، بعدكم رغبه بالحضور اللي هو السيشن الحضوري حتى نكمل يعني الاكزامينيشن. تقريبا احنا يعني غطينا الاكزامينيشن روتين مال الجنرال معظمه لحد الان. يعني شكرا جزيلا، اشكركم، اتمنى لكم كل التوفيق، اشوفكم خير ان شاء الله، مع السلامه.